الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني بدأ في بدء، فأنا يعني بصراحة يعني سبحان الله، أنا عايز أفتح على سورة الزمر، وفتحت على سورة الزمر. كرامات يا ابني، في ولي وسطنا يا جماعة، في حد وسطنا، أنا من أولياء الله الصالحين يعني الحقيقة إخواني، بس أنا عايز أقول في الأول إن يعني أنا حزين إن إحنا وإحنا قاعدين في الجلسة اللي في الأول ديت، الجلسة بتتصور. يعني مش بقول لإخواننا ما يصوروش، أنا مش قصدي كده، بس أنا بقول لكم فعلاً ان انا حزين ان الجلسه دي تصور، لان دي جلسه ايمانيه، المفروض ان احنا نقعد مع بعض بقى بالراحه، نمسك الكلمتين اللي احنا عايزين نفهمهم النهارده مع بعض ان شاء الله بالراحه خالص. ولكن يعني كل ما الواحد بيجي يقول لا الجلسات ديت ما تتصورش او كده، الواحد بيفتكر ان فعلا في ناس بتنتفع في دينها بسبب تصوير هذا الكلام، وان في ناس شغاله في الدعوه الى الله في بلاد تانية، ده غير ان اخ كمان ينتفع في دينه، ان في ناس شغالة في الدعوة الى الله في بلاد تانية. لما تعرف مثلا ان اتعمل يوم تربوي استعدادا لعشر ذي الحجة في المنصورة، يقوموا هم يعملوا ايه في المحافظات الدانية؟ يعملوا ايام تربوية استعداد لعشر ذي الحجة. فانت ايه يعني 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 نصحنا وهنا كده ان الموضوع من باب نشر الخير، وإلا فالواحد يعني ايه مش ده الجو الواحد متعود عليه في الجلسات الايمانيه. الجلسات الايمانيه بتبقى عايزه جو هدوء وجو سكينه كده، فمعلش يعني ايه انا وانتو يعني نيجي على قلبنا شويه وان ايه يعني ونتحمل مساله التصوير في بعض الاعمال اللي احنا يعني بنبقى مش عايزين تصوير فيها، وعايزين خصوصيه كده وتركيز ايماني فيها احتسابا على الله، نيه افاده اخواننا، بحيث ان انا وانتو باذن الله نفوز بالثواب ده، نية نشر الخير ونية نشر الهداية. النهاردة بإذن الله اليوم التربوي الثاني استعدادا لعشر ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى. الليلة التربوية الأولى كانت في مسجد الصفطاوي من يومين، النهاردة اليوم التربوي الثاني، المفروض إن شاء الله في جلسة لينا مع بعض إيمانية إن شاء الله، بعد كده بقى إيه هيبقى فيه زي عواميد تعارف أخوي كده إن شاء الله بإذن الله. وبعد كده دكتور غريب هيجي لنا ان شاء الله بعد المغرب يدينا درس، وبعد العشاء ان شاء الله ممكن يبقى لينا مع بعض كلمه برضو تانية صغيره كده، وبعد كده يا اما نصلي ركعتين يا اما ننطلق باذن الله لحال سبيلنا. الجلسه النهارده تبقى عن ايه يا جماعه؟ يعني لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. احنا الوقت داخلين على عشر ذي الحجه، عشر ذي الحجه امبارح راكب تاكسي ورايح ادي درس في منطقه من مناطق المنصوره، فالراجل مشغل اغاني بصوت عالي، اجي اكلمه يقول لي يا عم الشيخ المهم القلب والمهم النيه ومش عارف ايه. فبدات اتكلم عن عشر ذي الحجه، فبقول له ده ثواب الحسنه ب 700 ضعف، وابن عباس بيقول ان ثواب الحسنه ب 700 ضعف، يعني ثواب صفحه قران اعلى من ثواب ختمه قران. الراجل حسيت ان هو اتشد، ايه ده الواحد ممكن يدخل الجنه بالعشر ايام دول بس، ده انا اول ما هنزلك هروح هغير البتاع دي من عند اي بتاع كمبيوتر واخليه يحمل لي حاجات دينيه، والواحد ان شاء الله باذن الله العشر ايام دول لازم يفوق. لقيت الراجل اتغير مجرد انه عرف فضائل هذا العمل وفضائل هذه الايام. فلا صوت يعلو فوق صوت العشر الان، لا صوت يعلو فوق صوت العشر الان، اللي هو عباده ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايام الفاضله العظيمه اللي هي افضل ايام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، افضل ايام الدنيا ايام العشر. عايزين النهارده نتكلم عليه، احنا اتكلمنا في يوم الاحد اللي فات في الدرس الاسبوعي عن ايه؟ عقد العمل اللي مستنينا في العشر ايام، وايه الارباح اللي هناخدها لو عبدنا ربنا في هذه الايام، وايه الخسائر اللي هنخسرها لو ما عبدناش ربنا في هذه الايام. اتكلمنا في اليوم التربوي برضو الليله التربوية اللي فاتت عن عشر ذي الحجه. احنا كل ده يا جماعه اتكلمنا عن العمل، لسه ما اتكلمناش عن ايه؟ ها؟ عن الايه؟ ما هو ثواب ايه بقى؟ اتكلمنا عن ثواب العمل، لسه ما اتكلمناش عن ايه؟ النية. النية اللي هي أهم من العمل نفسه. نيتك في هذه الأيام، وأعظم صورتين بيتكلموا عن النية صورة الزمر اللي بتقول لك وحد وجهتك في الحياة، وصورة الإخلاص. سورة الإخلاص اللي هي سطر واحد، ركزوا معايا بقى يا إخواني، لأن احنا هنتكلم الوقت في قضية النية في عشر ذي الحجة. يعني إيه النية؟ يعني إزاي تصحح نيتك؟ يعني إيه أصحح نيتي؟ يعني أوعى أوعى إنك بتبقى بتعبد ربنا بنية إنه موسم وهيعدي،
هشد حلف الموسم واخد الحسنات بتاعته ويعدي. اوعى تعبد ربنا بنية العبادة الموسمية، اوعى تبقى موسمي هعبد ربنا وبعد كده اعيش حياتي عادي او ارجع للكسل والتواني. انت تعبد ربنا بنية ان انا يا رب من النهاردة هعبدك في العشرة دي وهستقيم على عبادتك طول حياتي. لان الموضوع زي ما هنقول الوقت يا جماعة موضوع خطير جدا، موضوع في غاية الخطورة. سورة الزمر بيتكلمك عن نوعين من الناس، واحد مع ربنا على طول. ركزوا بقى في الكلام ده عشان ناخد مفهوم من اخطر المفاهيم اللي في حياتنا. الاخ اللي ما بيقومش ليل غير ايام الامتحانات، الاخ اللي ما بيحافظش على الصلاة والخشوع غير لما يكون مريض او مزنوق او داخل يعمل عملية او وقع في كرب او مشكلة، الاخ اللي ما يعرفش او الاخت اللي ما تعرفش او المسلم او المسلمة اللي ما يعرفش الالتزام اللي بحق وحقيقي وما يعرفش غض البصر وما يعرفش البعد عن الحرام غير لما يبقى مزنوق ومحتاج ربنا، اول ما موسم الامتحانات يعدي، اول ما الازمة تعدي، اول ما المشكلة تعدي، يرجع انسان عادي. مش هقولك يرجع انسان عاصي، يرجع انسان عادي ما بيعبدش، او ده واحد موسمي ما بيعبدش ربنا غير ساعة الزنقة. في واحد تاني موسمي بقى ما يعبدش ربنا ساعة الزنقة، وقت ما تضيق عليه يجزع والعياذ بالله يسيء ظن بالله، ما يعبدش ربنا غير وهي رايقة، غير وهي صافية، غير وهي محلوية، ما يعبدش ربنا غير والدنيا رايقة معاه. لو الدنيا حصل فيها مشاكل ما يعبدش ربنا. النموذج ده شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، وإذا مس الإنسان ضر، ضر بالتنكير هنا، يعني ايه؟ أي ضر بقى؟ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. منيب دي اللي هو التزم بقى، أنا تبت إليك يا رب، ما عدتش أتفرج على حاجة حرام، أنا يا رب أول ما أسمع الأذان هنزل أصلي. وتلاقي الأخ ما شاء الله إيه حياته، يا جماعة الكلام ده لينا، الكلام ده للملتزمين، لأن ده حال الملتزمين أصلا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يا سلام، دعا ربه منيبا إليه دي لو اتشالت من الآية واتحطت كلمة كده في محراب مسجد وانت داخل تشوف كده دعا ربه منيبا إليه، قلبك ينور، تقول مين المؤمن ده؟ مين المعدي ده؟ مين الشخص الرباني ده؟ دعا ربه منيبا إليه. يعني شوف ربنا بيوصفه ساعة الأزمة ايه، ايام الامتحانات ايه، ايام المرض او الابتلاء او المشاكل ايه، دعا ربه منيبا إليه. ثم دي بقى ايه، اتقلب بقى، اذا خوله نعمة من ده، الفرج اللي حصله ده نعمة من ربنا، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، اتقلب انسان تاني، بقى انسان تاني. يبقى ده الانسان، انتوا عارفين ده يا جماعة اللي ما يعبدش ربنا غير وقت الزنقة ده عامل زي ايه؟ ربنا عنده زي مدير الشغل بتاعه، ربنا عنده زي دكتور المادة بتاعه، ربنا عنده زي قريبه اللواء او قريبه العميد او قريبه العقيد. هو ما فيش فرق عنده بين ربنا وبين اي حد يضله مصلحته، فهو ساعة ما بيحتاج مصلحة محدش يعرف يضل، يقوم رايح لربنا، يا رب انا تبت اليك يا رب، ربنا قضاها له يروح يشوف غيره بقى خلاص. ده ما عندوش فرق المصلحه اتقضت من السماء ولا المصلحه واحد لواء قريبه خلصها له ولا المصلحه مدير الشغل مضاله عليها، ده ما عندوش فرق، ده قضيته المصلحه. فهذا لا يعبد الله وانما يعبد ايه؟ ها؟ المصلحه. ده بيعبد مصلحته، ده مش بيعبد ربنا. عشان كده والعياذ بالله ده بيبقى عامل زي الكلب اللي قضيته في الحياه العظمه، مش فارقه بقى اللي رماله العظمه مسلم، اللي رماله العظمه كافر، اللي رماله العظمه راجل، اللي رماله العظمه ست، اللي رماله العظمه رماها له وبيشتمه، اللي رماله العظمه رماها له وبيحبه، مش فارقه، المهم العظمه، المهم العظمة. عشان كده دول شوف ربنا قال عليهم في اخر السورة ايه، وسيق الذين كفروا الى جهنم ايه، زمرا، زمرا مع المؤمنين غير زمرا مع الكافرين في السورة، زمرا مع الكافرين. من معاني الزمارة، الزمارة دي حاجة بتتحط في رقبة الكلب في لسان العرب لابن منظور، يقولك الزمارة دي حاجة بتتحط في رقبة الكلب، يعني بيعلم بيها
حاجة يعني يتعلم بيها الكلب، حاجة في رقبة الكلاب. عشان كده يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين كلهم. الحجاج ابن يوسف الثقفي لما قبض على سعيد بن جبير حط له الزمرة دي في رقبته، إمعانا في ذل الصالحين وإمعانا في التجبر والافتراء على الصالحين. ولكن هو مين؟ هو قتل سعيد بن جبير في شعبان وهو مات وقبض في رمضان بعدها بأيام، وكان يقول مالي ولسعيد. المهم فالزمارة دي تتحط في رقبة الكلب. فربنا سبحانه وتعالى كأن المعنى ان الضلال دول بيساقوا الى جهنم كالكلاب. دول كلاب جهنم، كلاب جهنم. لا ده الراجل ده ربنا بيقول عليه في اول السورة دعا ربه منيبا اليه، يا ابني ده موسمي، يا حبيبي ده ساعة المصلحة، يا حبيبي ده ساعة محتاج. بعدها ولا كأنه كان البني آدم ده خالص. عشان كده يا إخواني الوقفة اللي هنقفها النهاردة مع النية، اوعى تبقى موسمي في عبادة الله، اوعى تبقى في العبادة رمضاني بتاع 10 ذي الحجة وخلاص بتاع. يعني أنا هنا بقولك إيه، انوي من الوقت انك هتعبد ربنا سبحانه وتعالى في العشر، وايه وبعد العشر، ان الموضوع مش مواسم وخلاص. يعني الراجل امبارح بتاع التاكسي هو لسه يعني في الاول يعني، فبيقول ده الواحد يدخل بهم الجنة. قلت له ماشي بس يعني ده ايه، ده الراجل ده في الاول خالص. انما المفروض انك تفهم ان لا، انا مش بعبد ربنا في موسم وبطل باقي المواسم. انا مش بع... اوعى تبقى موسم، اوعى تبقى من اللي بيعبدوا ربنا ساعة الازمة او ساعة ما بيحتاج ربنا بس، اوعى تبقى من اللي بيعبدوا ربنا ساعة ما بتحلو بس والا يسخط على الله، اوعى تبقى من الموسميين في العبادة اللي ما يعرفش القيام والصيام وجلسات الضحى وقراية القرآن الا ساعة ايه، الا ساعة المواسم بس وخلاص. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، تصحيح النية. عشان كده يعني سبحان الله العظيم سورة الزمر جايبالك نوعين من الناس، وجايبالك مسيرة حياة ده ومسيرة حياة ده، وواخدالك الاتنين لحد ما ده دخل النار وده دخل الجنة. يعني اخر سورة الزمر جايبالك الاتنين يوم القيامة، لحد ما ده واقف على باب النار وده واقف على باب الجنة. ها سقى الذين كفروا الى جهنم ايه زمر حتى اذا ايه جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزانتها. يبقى اخر مشهد في الصورة على باب جهنم وابواب الجنة، الجهنم السبعة بتتفتح لهم والعياذ بالله. الى جهنم ايه حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، كل الابواب. دول الناس اللي بياخدوا جميع اصناف العذاب في النار. وبرضو اهل الجنة وقفت الصورة عند وهم ايه لسه داخلين الجنة، سيق الذين اتقوا الى الجنة زمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وتقف الصورة هنا. انما الصورة برضو قبل النهاية جابت لك دول بعد ما دخلوا النار ودول بعد ما دخلوا الجنة، فبتقول لك ايه، قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة، اللي ما وحدوش وجهتهم على الله، اللي ما كانوش مخلصين، اللي حياتهم ما كانش ليها وجهة واحدة، وجهته في رمضان والعشر غير وجهته باقي الايام، وجهته في الابتلاء غير وجهته في السراء، وجهته بتتبدل من يوم ليوم. فربنا بيقولك اللي وجهته بتتبدل ده الا ذلك والخسران المبين. شوف ربنا بيقولك ايه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن ايه ومن تحتهم ظلل. يعني ايه؟ يعني العذاب جاي له من كل جهة. طب ليه العذاب جاي له من كل جهة؟ لانه في الدنيا ما كانش له جهة، في الدنيا ما كانش له وجهة. في الدنيا كان اي وجهة هياخد منها العظمة اي حد هيديله العظمة يهزله ديله، اي حد هيقضله المصلحة يقف على بابه. في الدنيا ما كانتش وجهته بس هو الله، في الدنيا ما كانتش وجهته. عشان كده سبحان الله العظيم يعني ما اقرأ في سورة الاخلاص ربنا يقول لك ايه، قل هو الله ايه احد. عارف يعني الله احد؟ يعني ملكش غاية في الحياة غيره، احد، احد في مشيئته، احد في قدره، احد في ارادته، احد في وجوده. الله احد يعني ملكش غاية في الحياة غيره. سورة الاخلاص دي سورة ضرب نار، بتضرب النار على كل ما سوى الله في قلبك، ضرب نار.
الله الصمد يعني الذي يصمد إليه في الحوائج، يعني ايه؟ يعني ملكش وسيلة في الحياة غيره. يبقى الله احد، ملكش غاية في الحياة غيره. شوف قلبك بتتوحد وجهته ازاي. الله الصمد يعني ملكش وسيلة في الحياة غيره، يعني صورة ضرب نار. سبحان الله، كنت من شوية بجهز في يعني ان ربنا اعان، ان ربنا اعان ان شاء الله دورة التربية بتاعت الذكر اللي هحاول اديها ان شاء الله في 10 ذي الحجة ان شاء الله باذن الله في المسجد بقى اللي الواحد هيقعد فيه ان شاء الله باذن الله. فكنت في كلمة الله اكبر، حسيت ان كلمة الله اكبر دي صدمة كهربية كده، عشان كده من كل حركة والتانية في الصلاة الله اكبر الله اكبر. اول ما قلبك يجي يبص الحاجة في الدنيا بتبص على ايه؟ الله اكبر، الله اعظم، الله اجل، الله اعلى. تحس ان يعني حسيت احساس، عارف اللي رايح العربية يظبط زوايا عشان العربية تمشي في اتجاه واحد ما تملش يمين ولا شمال. الله اكبر دي بتظبط زواياك، يعني بتخليك خلاص كل ما تيجي الوجهة بتاعتك تحود وتبص لحاجة عظيمة، او تفتكر في الصلاة حاجة تعظمها، او تفتكر مشوار مهم في الصلاة. الله اكبر، ربنا اكبر من كل شيء. تقوم الكلمة ايه؟ كأنها صدمة كهربية، كأنها صدمة كهربية للايه؟ للقلب. فقل هو الله احد، ملكش وجهة ولا غاية في الحياة غيره. الله الصمد، ملكش وسيلة في الحياة غيره. عشان كده كثير من السلف كان يعظم قوي اسم الله الأحد الصمد قوي، يعني تلاقي بالذات في كتب المتصوفة تلاقي الأحد الصمد ده محور حياتهم. ليه؟ لأنه اسم وحد لك غاية حياتك، واسم وحد لك طريق وسيلة حياتك. بعد كده لم يلد ولم يولد، يعني ما فيش حد بينه وبين ربنا نسب صلة، ولم يكن له كفوا أحد، يعني ما فيش حد بينه وبين ربنا ايه؟ نسب صفة. لم يلد ولم يولد، ما فيش نسب صلة ما بين حد وبين ربنا. لم يكن له كفوا أحد، ما فيش نسب صفة بين حد وبين ربنا. ضرب نار. النص التاني ده ضرب نار، يعني كأن سورة يعني سبحان الله، كأن سورة الإخلاص أول آية قل هو الله أحد بتخليك تحس إن ماليش غيره، ماليش غيره، إن مفيش غيره، مفيش غيره أحد، مفيش غيره. ما تفكرش، ما تربطش علاقة بينك وبين حد قبل ما تشوف علاقتك بالأحد الأول، مفيش غيره. الله الصمد ماليش غيره، ماليش غيره. طب وباقي الكائنات؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ما حدش بينه وبين ربنا لا نسب صلة ولا نسب صفة. انسى، ضرب نار على كل ما سوى الله في القلب. حاجة عشان كده اسمها سورة الإخلاص، عشان كده بتلت القرآن، لأنها بتحول القلب اللي يعيش معاها ويفهمها لملكية خالصة لله. وهو ده اللي احنا عايزين نخرج بيه يا جماعة. أنا مش عايز أخرج من 10 ذي الحجة بس إن أنا عبدت ربنا بس. انا عايز اخرج من 10 ذي الحجة ان وجهة حياتي استقامت، ان انا بقى ليا وجهة لحياتي. انا مش عايز 10 ايام يلا اسخن صلي صوم قوم، 10 ايام يخلصوا هنعمل ايه بعد كده؟ هو في ايه تاني؟ نرجع للكسل تاني بقى. يبقى انت استفدت الاستفادة الصغرى وضيعت الاستفادة الكبرى. استفدت الاستفادة الايه؟ صغرى. افضل ايام الدنيا واليوم اللي ب700 حسنة والختمة اللي ب700 ختمة وعرفات اللي بتكفير ذنوب سنتين، الاستفادة الصغرى. الاستفادة الصغرى، الاستفادة الصغرى من رمضان هو انك انت عملت العبادات وخد الثواب. وما الاستفادة الكبرى؟ ان انت صححت نيتك فيه، ان انت صححت وجهة حياتك فيه، انك ما خرجتش منه تايه، انك خرجت منه غير ما دخلته، انك خرجت منه انسان في وجهة لحياتك. ما عادتش حياتك توهان، ما عادش ليلك كل ليلة بحال، ما عادش كل يوم بحال، بقيت انسان مستقيم. اللي بيعمل ده تصحيح النية. يبقى لو انت عبدت ربنا في رمضان وما صححتش نية الاستقامة، ان انا مش موسمي، ان انا مش هعبد ربنا في الخبطة دي وبعد كده انام عليها، لو انت عبدت وما صححتش نية الاستقامة هتخرج من رمضان تاني.
لو انت ما عبدتش في عشر ذي الحج وصححت نية الاستقامة، انما لو انت صححت نية الاستقامة كل اللي انت بتعمله هيبقى زقة، لان انا هثبت طول حياتي بقى ممكن مش على نفس الدرجة، طبعا مش هقدر اعبد ربنا طول الايام بنفس الدرجة، ولكن انا هبقى مستقيم بعدها، مش هيبقى صفر في قيام الليل، صفر في جلسة الضحى، صفر في صيام النوافل، صفر في ختمة القرآن، لا بعدتش هتبقى كده بقى، هتبقى مستقيم. عشان كده شوف بقى اللي نوع الوجهة بتاعته في الدنيا، اللي وقف على باب ربنا زي ما وقف على باب غيره، في الآخر اللي وقف على كل الأبواب لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ايه؟ ومن تحتهم ظلل، اللي عذاب جاله من كل جهة. دي زي سورة الكهف كده، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الايه؟ الوجوه. ايش معنى الوجوه؟ التي توجهت إلى غير الله، اللي في الدنيا توجهت لغير ربنا، فبالذات الوجه كأن غضب الله صب على الوجه اللي توجه إلى غيره. طب مع المؤمن بقى اللي ما وقفش غير على باب ربنا، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، ها، من فوقها غرف، النعيم جايله من فوق ومن تحت، النعيم جايله من كل الجهات. ليه؟ لانه وحد الوجهة. يبقى اللي نوع وجهة حياته اللي فضل تايه ما بين الابواب في النهاية تعذب من كل الجهات، واللي وحد وجهة حياته جاله النعيم من كل الجهات، من كل الجهات. شفت الصورة جايبالك؟ اللي قلبه كان موحد وجهته على الله، واللي يا عيني عاش حياته مالوش وجهة، يا عيني كل شوية واقف على باب، موسمي موسمي في علاقته بأي حاجة في الحياة مش في علاقته بربنا بس. لازم نخرج من عشر ذي الحجة بالمكسب الأعظم، وهو توحيد الوجهة على الله، وهو استقامة القلب إلى الله، كما قال تعالى فاستغفروه وإيه، فأقول في الصلاة واستقيموا إليه، فاستقيموا إليه واستغفروه، استقيموا إليه. انك انت بقى خلاص ليك طريق يا ابني، انك انت خلاص عرفت طريق حياتك، ما عدتش تتوه بقى. فربنا سبحانه وتعالى بيوصف لك الصالح اللي موحد وجهته في سورة الزمر وصف غريب جدا. يعني انا لو جبت لك المشهد النهائي على باب الجنة وقلت لك تخيل ده حياته كان شكلها ايه، عمرك ما هتتخيل، لولا ان الصورة جابت حياته كان شكلها ايه. وسيق الذين اتقوا الى الجنة ايه؟ زمرا. حتى زمر بقى، والاصوات بقى الاصوات الاحتفالات المهيبة بيهم، والملائكة وقفلهم والحاجة مهولة، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، ابواب الجنة الثمانية تتفتح لهم، ده دول اللي هينادوا من ابواب الجنة الثمانية. يعني اذا سورة الزمر جايبة اللي هينادوا من ابواب النار السبعة واللي هينادوا من ابواب الجنة الثمانية. سورة الزمر جايبة نموذجين، نموذج اللي خسر كل حاجة ونموذج اللي كسب كل حاجة. اللي قلبه تشدد في الاخر خسر كل حاجة، واللي ركز في علاقته مع ربنا في الاخر كسب كل حاجة. فانا لما اجيب لك منظر واحد ابواب الجنة الثمانية بتنادي عليه، اقول لك تخيل ده بقى كان في الدنيا شكله ايه؟ تقول في الدنيا ده زمانه الوقت مقطع سجاجين الصلاة، ده زمانه بيصلي بالعشاء للفجر، ده. طب تعالى بقى نشوف الصورة جابت لك قصته من الاول ازاي؟ جابت لك قصته من الاول ازاي؟ اول مرحلة في قصة ذلك الرجل، قول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، مشاهد الشروق والغروب والشمس والقمر اللي تخلع القلب، اللي تخطف قلبك. خلقكم من نفس واحدة، كل الاربعة تلاف وخمسمائة لغة ولكن اللي على وجه الكرة الارضية دول كانوا بني ادم واحد، ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم. اما تقف قدام مدرسة اطفال عقلك يطير، كل العيال دي كانت نطف وكل العيال دي بقت بني ادمين. الله اكبر، سبحان القادر، نعم القادر الله. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ايه؟ ظلمات ثلاث. ولله المثل الاعلى، لما اقول لك لو سمحت اصنع لي الاله ديت بس جوه اوضه ضلمه ما انت شايف فيها صبع ايدك اصلا، تقول لي ازاي؟ ولله المثل الاعلى، ربنا بيخلق المعجزه البشريه ديت في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو، فانى ايه؟
فأنا إيه؟ فأنا تصرفون. إزاي؟ أن دي كلمة تعجب. أنا مش عارف أقول دي معناها إيه. أن دي كلمة تعجب. أن غير كيف، كيف يعني إزاي؟ أنا بسأل عن حصل إزاي. إنما أن دي حاجة لا يعقلها عقل بشر. أن تصرفون بعد الجلال ده كله وبرضه لسه الحول القلب شغال معاك وبرضه واقف على باب غيره. أن فالمرحلة الأولى مرحلة أن تصرفون، يقظة القلب، إنك فقت. إيه ده؟ إزاي الآيات دي كلها؟ وإزاي ربنا بالعظمة دي كلها وأنا حياتي كده؟ أنا لازم يبقى وجهة حياتي ربنا، أنا لازم أغذ سر إلى الله. وكانت البداية في قول الله: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا إيه؟ حسنة. بعض العلماء قال لك إن ده من باب أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، يعني قال لك إن الرجل ده بدأ بحاجة واحدة بس صح عملها، بدأ يحضر دروس، بدأ يصلي الفرائض، بدأ بحاجة، بدأ يطلع صدقات، بدأ يقرأ القرآن بحب، بدأ بعمل واحد كان مفتاح الدين كله بالنسبة له. أنا معرفش الصوفية بقى يعلقوا معانا النهاردة ولا إيه؟ يعني الصوفية منهم قبورية ومنهم غير قبورية يعني، وطبعا إحنا عندنا منهج السنة، يعني ربنا يقيمنا على السنة، يعني إلى أن نلقاه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المعنى ده بعض الصوفية يجيبه لك، يقول لك إيه؟ يجيب الطالب اللي عنده يديله 99 اسم مثلا إيه؟ في رواية الوليد بن مسلم مثلا أسماء الحسنى، يقول له كل اسم قوله 70,000 مرة. إيه؟ 70,000 كل اسم 70,000 مرة. وبعد ما يخلصهم تعالاش يجيله يقول له اكتر اسم علم في قلبك ايه؟ فيقول له مثلا اللطيف، يقول له بس قوله 7,000,000 مرة، يعني يقول له ده هيبقى مفتاح الدين بتاعك. انا ماليش دعوة باللي هو بيعمله، انا بس بجيب لك ان ساعات بيبقى فكر ايه، هو عايز يدخله الطريق من عمل واحد، اعرض عليه الاعمال في الاول وبعد كده يقول له ايه، اختار عمل يبقى هو المفتاح بتاع طريقك ده. يعني طبعا هذا كل هذا الكلام يعرض على القرآن والسنة وعلى فهم يعني القرون الثلاثة الأولى وعلى فهم العلماء، وبناء عليه هذا الكلام يقبل أو يرفض. إنما أنا بتكلم على نقطة إن الراجل ده بدأ بعمل صالح، عمل ربنا، الراجل ده بدأ بحاجة. يعني إيه العمل اللي ربنا فتح قلبك ليه؟ يبقى بدايتك. في واحد أول ما التزم بر الوالدين، في واحد أول ما التزم صلة الرحم، في واحد صنائع المعروف في الأسر الفقيرة وزيارة المستشفيات، في واحد قيام الليل، في واحد حفظ القرآن، في واحد طلب العلم، في واحد الذكر، في واحد جلسة الضحى، في واحد إحسان إقامة الصلاة، صلاة الفريضة. إيه الراجل ده بدأ بعمل يا جماعة، بدأ بحسنة، فكان ثواب الحسنة إيه؟ الحسنة بعدها. زي اللي بيشد حبل فيشد طرف يوم يجي الطرف اللي بعده، يشد حتة تيجي الحتة اللي بعدها. فدي البداية، ان عمل الاول قلبك يتفتح ليه وتخلص لله بيه. انا عايز اسأل بقى اللي قاعدين قدام الوقت دول، ايه العمل ده في حياتك؟ ايه العمل اللي قلبك يتفتح ليه وهتدخل على باب الملك من هذا العمل؟ ما هو ربنا بيقول والذين شاهدوا فينا لنهدينهم ايه؟ سبلنا. فقال لك ليه ربنا قال سبلنا ما قالش سبيلنا؟ قال لك لو كان ما ربنا ما يرضوش غير حاجه واحده كان في ناس كتير قوي ما عرفتش ترضي ربنا. لو كان ربنا ما يرضوش غير الصيام كان المريض ما عرفش يرضي ربنا. لو كان ربنا ما يرضوش غير القيام كان اللي طالع عينيه طول النهار في الشغل ما عرفش يرضي ربنا. لو كان ربنا ما يرضوش غير الصدقه كان الفقير ما عرفش يرضي ربنا. فربنا فتح لنا ابواب كتير. لسه ببص النهارده على كتاب شعب الايمان كده بقول الله اكبر، ايه الفتح ده؟ الكتاب ده مين اللي ربنا يفتح له في تنفيذه وتطبيقه؟ كل دي اعمال صالحه يا رب، كثر خير الله وطاب. فلنهدينهم سبلنا، ربنا فتح لنا ابواب عبادات كتير. عشان اللي مش قادر يعمل حاجه يلاقي حاجه بيعملها، يلاقي حاجه يقدر عليها، يلاقي حاجه تناسب ظروفه. وعشان اللي يفوته موسم يلاقي موسم بعده، اللي فاته رمضان يلاقي عشر ذي الحجه. وعشان اللي شهيته مفتوحه للطاعه يلاقي حاجات كتير يرضي بقى ربنا. يا رب كمان، يا رب انا عايز كمان، انا عايز اعمل كمان، انا عايز كربات كمان. فده البداية كانت وقفة فأنا تصرفون. البداية كانت جوه قلبك. أن تصرفون دي اتحققت في قلبك.
دي البداية يا ابني، أن تصرفون دي جوه قلبك، دي جواك ماشي كده، تبص في السماء وانت ماشي في الشارع، وتبص للفاكهة اللي عند بتاع الفاكهة، وتبص للخضار اللي عند بتاع الخضار، واللحمة والفراخ اللي من نعم ربنا اللي عند بتاع العمل. أنا بمشي والله يا جماعة في شارع الجلاء ده بضرب كف الكف. الناس دي اللي يمشي في شارع الجلاء ده المفروض يخر ساجدا لله. أبص كده ألاقي محل فراخ، الفراخ دي مين اللي جابها؟ بتاعت مين؟ ربنا. جنبه محل لحمة، اللحمة دي مين اللي خلقها لنا؟ أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، بتاعت مين؟ ربنا. جنبه محل عصير قصب، القصب ده مين اللي خلقه لنا؟ ربنا. جنبه محل أحذية، الجلد ده جلد الأبقار ده مين اللي خلقه لنا؟ ربنا. جنبه محل فاكهة، ربنا. جنبه محل خضار، ربنا. جنبه محل ألبان، ربنا. جنبه محل إيه ده؟ كل ده بفتكر قول الله وآتاكم من كل ما سألتموه، كل ده من ربنا، وانت قاعد تأكل ومش عايز تشكر، وانت قاعد تأكل وتصي، أنا تصرفون بعد كل النعم دي ازاي قلبك يلتفت عنه؟ بعد كل الآيات دي ازاي قلبك يلتفت عنه؟ يبقى دي البداية، انك وقفت مع نفسك، انا وجهة قلبي هو انت يا رب. الخطوة التانية، للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة، انك بدأت بعمل صالح قلبك اتفتح لي عمل زي قول الله في الآية اللي قبلها، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يا ايه ها يحذر الايه الايه اخرة ويرجو ايه الله اكبر. دي مع ان تصرفون اليقظة، القلب فاق يا جماعة، القلب عرف ان في اخرة يا اخوانا، القلب حس بجلال الله وبعظمة الدار الاخرة. بعد كده للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة، عمل واحد. البداية كانت عمل، بس كان عمل صح. كتير مننا لما بدأ في الالتزام بدأ غلط، بدأ مشتت، بدأ مش مركز، بدأ عمل زي ايه اللي قاعد يقطف من كل شجرة اطفايا. ده ينفع في الاول بتدوق، يعني اول ما تلتزم ينفع، دوق دوق قيام، دوق صيام، اسمع الدروس، كل درس هيكلمك عن عبادة دوق، بس لازم بقى اولها تركز. تركز زي ما قلت لكم كده المرة اللي فاتت، ذو القرنين ربنا ادالهم مواهب كتير قوي، اتيناه من كل شيء ايه سبب، عمل ايه اتبع ايه سبب. ركز، حط كل مواهبه في طريق واحد، حط كل امكانياته في حاجه واحده، بلغ مغرب الشمس، لف الكره الارضيه. فاول حاجه ايه العمل اللي انت تبدا بيه مع ربنا؟ يبقى ده هتبدا بالعمل ده، اوعى تفتكر انك هتقف عنده، ده ثواب الحسنه ايه الحسنه بعدها. فدخلت في القيام لقيت قلبك رق للصيام، دخلت في الصيام لقيت قلبك مال للذكر، دخلت في الذكر قلت طب ده افضل الذكر تلاوه القران، ما ركز في القران بدات، بس بتعلي على اساس. دخلوا في المرحلة الثالثة، المرحلة الاولى مرحلة يقظة القلب، ان تصرفون يحذروا الاخرة ويرجوا رحمة ربه قلبته. المرحلة الثانية مرحلة العمل الصالح الصح المركز اللي في الاول، اللي بدأ احسانك فيه يجيب لك حسنة ورا حسنة، ربنا يرزقك ثواب وعمل ورا عمل. فدخلوا في المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة دي خطيرة جدا بقى، يعني وربنا اثنى على اهلها تلتين الايه الثناء على اهلها. والذين اجتنبوا الطاغوت، نجيب الايه اللي قبلها الاول، والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها. الطاغوت ده ايه؟ كل ما طغى وصرف القلب عن الله. الطاغوت ده ممكن يبقى، الطاغوت ده مش هبل ومناه يا جماعه، الطاغوت ده كل حاجه خلت وجهه قلبك ليه مش لربنا. وانابوا الى الله، مش التاني بقى اللي هو دعا ربه منيبا اليه ساعة الزنقة بس، لا ده أنابوا. ألفاظ القرآن جميلة قوي يا جماعة. أنابوا إلى الله ده احنا بنسميها ايه؟ يعني ربنا يقول لك أناب، عبدي أناب، احنا بنسمي أناب دي ايه؟ ايه؟ ما يتاب، بنسميه التزم. يقول لك الأخ التزم، الملتزمين والملتزمات. القرآن ألفاظه جميلة، مثلا اللي له ورد عبادة ثابت، لو السماء لو حصل زلزال ما يقومش من مكانه في العبادة، مفيش. القرآن بيسميه إيه؟ نعم العبد إنه إيه؟ أواب، أواب. القرآن ألفاظه جميلة تحببك في العبادة.
يعني تخليك تكتشف جمال العبادة من اسم العبادة بس، مجرد اسم العبادة يوريك جمالها. يقول لك وأنابوا إلى الله لهم البشرى فإيه فبشر عباد. الآية دي يعني لو واحد فهمها فقام يعني مش عارف اجيب لفظ، فرقص قلبه من الفرح ما كان قليلا. عارف يعني ايه فبشر عباد؟ يا ابني ربنا بيقول للنبي قول للملتزمين والملتزمات ابشروا. طب يعني ايه يا ابني؟ ما هو على حسب اللي بيقول لك ابشر يبقى قيمه الكلمه. يعني لو مثلا ايه، لما كنت رحت دوله كده من الدول العربيه كل حاجه عندهم ابشر، ابشر دي تعرف ان الموضوع مش هيخلص. لما يقول لك ابشر اه والله يعني ابشر دي تعرف ان هو بينيمك، يعني الموضوع مش هيتعمل ابدا يعني. فالواحد اتعقد من كلمه ابشر هناك. فجيت هنا بقيت لما ايه، لما حد يقول لي ابشر اقول له بالمصري ولا بالايه، بالدوله الثانيه. فابشر دي كلمه كبيره قوي. فلما انا مثلا اقول لك ابشر اه ده قال لي ابشر، لو واحد عنده ملايين قال لك ابشر يبقى كلمه كبيره. طب لو رئيس الجمهوريه قال لك ابشر، طب لو الله قال لك ابشر يبقى هيديك ايه؟ عشان كده ربنا بيقول لكم ايها الملتزمين الملتزمون والملتزمات ابشروا فبشر عباد. مش النبي اللي بيقول لك ابشر، الله اللي بيقول لك ابشر ايها المنيب الى الله يا من التزمت بطريق الله فبشر عباد. ابشر ابشر، عايزين نقول لكل الملتزمين ابشروا ابشر. سبحان الله، امبارح كنت بدي يعني الدرس بتاع النت اللي هو الدرس الاسبوع اللي على النت، ف يعني فكرت كده انت اللي قاعد قدامك ملتزمين وملتزمات على النت، فافتكرت قصة طالوت وجالوت. 70,000 70,000 دقن، 70,000 ملتحي ومنقبة خارجين يجاهدوا في سبيل الله. هو اللي هيقاتل العمالقة مين؟ 70,000 ملتزم خارجين يقاتلوا. إن الله مبتليكم بنهر، 314 واحد اللي ما شربوش، 314 واحد اللي يا إما ما شربوش يا إما شربوا شربة واحدة بس. أما قعدنا نحسبها لقينا إن نسبة الثبات 0.5% أو 0.3%، أقل من 1%. قلت سبحان الله، الواحد مرعوب يا جماعة. إن إحنا بعد الفتن اللي عدت علينا الفترة اللي فاتت دي تفوق تلاقي اللي فضل من الإخوة والأخوات 0.5%. لازم يا ابني تخاف على دينك يا جماعة، لازم تحرص على دينك، لازم تفوق لدينك، لازم تركز. صح صح، عدد اللي وقعوا الفترة اللي فاتت مهول. صح 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 صح، ده اللي فاضلين الوقت دول عاملين زي يقولوا بقية. فبشر عباد، أبشروا أبشروا أبشروا، دي مش مني، ده الله اللي بيقول لنا أبشروا. يا نهار أبيض، لو كلمة من ربنا كلمة أبشروا دي وقعت على قلبك والله يا ابني ولا الدنيا واللي فيه تساويه. اسمع بقى المرحلة الثالثة، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ده المستوى الثالث. فربنا بيثني عليه وبيقول لك اولئك الذين هداهم الله، هم دول بجد اللي ربنا نزل عليهم الهدايه، واولئك هم اولو الالباب، هم دول الناس اللي بتفهم. عشان كده يا جماعه نخرج من كلمه اولئك هم اولو الالباب قبل ما نشرح يعني ايه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ان الطريق الى الله مش عايز اخلاص بس، الطريق الى الله عايز ناس فاهمه برضه، عايز ناس عاقله. الاخلاص وحده لا يكفي، الاخلاص وحده لا يكفي. الطريق الى الله، ممكن اخ مخلص ويقوم يا عيني داخل عايز احفظ القرآن، انا هحفظ جزئين كل اسبوع، اول اسبوع يحفظ جزئين، تاني اسبوع يحفظ جزء، تالت اسبوع ما يحفظش ويفضل 10 سنين ما يحفظش آية. ليه يا ابني عقدتها على نفسك؟ يا ابني ده انت لو حفظت ربع كل اسبوع صفحتين، ربع كل اسبوع هتختم بعد 5 سنين. بقالك كام سنه ملتزم؟ فضلت الشيخ معلش حبيب قلبي بقى، بس يعني ان كام سنه؟ اكتر من 5 سنين. كام سنه يا عم الشيخ؟ 4 سنين. حلو جدا يا بي. كام سنه؟ 5. مش عايزين بقى نحرج الناس ونسأل كل واحد انت حافظ قد ايه؟
ليه؟ لو ربع في الاسبوع هتخدم بعد 5 سنين. عشان كده بقول لكم يا جماعه ان الطريق زي الاخ، انا عايز اقوم الليل، انا هصلي ساعتين في الثلث الاخير من الليل. ساعتين ليه يا ابني؟ صلي نص ساعه بعد العشاء لمده شهر، لما تنجح خليها ساعه الا ربع بعد العشاء، لما تنجح خليها ساعه بعد العشاء، لما تثبت عليها شهر خليها نص ساعه قبل الفجر، او نص ساعه الساعه 10 بالليل قبل ما تنام، لما تنجح يا ابني واحده واحده. يا ابني شيخ تامر شكري فين؟ شيخ تامر شكري يقول لي كلمه دايما حلوه قوي، اصل عارف ان انا عجول يعني. يقول لي دايما كلمه حلوه قوي، يقول لي يا دكتور حازم، درج درج وعلى الله الفرج. يعني سلمه سلمه وربنا يا عم هيفرجها، بلاش نخلص الكره الارضيه في مره. درج درج وعلى الله الفرج. امبارح لسه قبل ما انام قاعد افكر في الكلمه بتاعته، درج درج وعلى الله الفرج. واحده واحده يا اخوانا، اهي دي بقى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يستمعون القول زي حضراتكم الوقت كده، اخواننا واخواتنا بقى اللي معانا تحت. يستمعون القول يعني يستمع، ده مش يسمع، يستمع ده يعني ايه؟ يطقطق ودانه، ركز لما بيقعد في الدرس الديني ايه؟ بيركز. ويستمعون ده ضمير ماضي ولا ضمير مضارع؟ مضارع يعني ايه؟ مستمر، يعني على طول بيحضر دروس وعلى طول بيسمع شرايط. يعني مش الاخ بقى بعد سنتين من التزامه اول ما خلص كتيب 15 صفحه الاخ كبر وبقى اكبر من انه يحضر دروس. يا ابني انت لحد ابو بكر الصديق لاخر جلسه اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعد حاضر قدام النبي. ابو بكر اللي بقى خليفه بعده كان قاعد في الجلسه اليوميه بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام لاخر جلسه اداها في حياته. وانت لاخر يوم في حياتك هتفضل تحضر دروس، ولو بقيت شيخ هتفضل تحضر دروس. كان الشيخ يعقوب يقول لنا خلي ليك 3 خطب تديهم وخطبه تحضرها مهما بقى ربنا فتح عليك في الدعوه. لازم تفضل تحضر، لازم تفضل تسمع، لازم تفضل قاعد كده تسمع وتتلقى. فالذين يستمعون ديت يعني واحد بيحضر دروس وبيسمع شرايط. ليه؟ لانه عايز يزيد يا جماعة، عايز يزيد، عايز دينه يزيد. يبقى ده انسان مشغول انه يزيد، بس بيزيد بالعقل. الذين يستمعون القول، القول بقى ده هو ده الكلام بقى. عارف لما اقولك هو ده الكلام؟ يعني الناس دلوقتي بعض الناس في الشارع تيجي تكلموا في الدين يقولك بقولك يا عم الشيخ، من قال ان انتوا اصلا اللي بتتكلموا في الدين؟ ومن قال ان انتوا اللي فاهمين اصلا؟ ومن واخد بالك انت من الكلام ده؟ في حين انه ممكن يقعد قدام واحد علماني يتلقى منه توجيهات حياته، هو بيضيع نفسه. بس مش دي الاصل. يستمعون القول، واحد معظم القرآن والسنة، معظم القرآن والسنة، هو ده الكلام، هو ده القول. الذين يستمعون القول فيتبعون، مش يستمعون فيستمتعون، مش يستمعون ثم يستمعون ثم يستمعون. ما سمعنا وأطعنا ديت، في سمعنا وأطعنا، وفي سمعنا واستمتعنا، وفي سمعنا وسمعنا 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 ومفيش حاجه، مفيش بعدها حاجه، ما تدورش. هو سمع وخلاص، عنده ارتفاع نسبه الكلام في الدم وخلاص، ما بيطبقش. احنا عايزين سمعنا واطعنا، يستمعون فيتبعون، يطبق فورا. فيتبعون ايه؟ فيتبعون كله؟ لا، يتبعون احسنه. عارف يعني ايه احسنه؟ يعني انت الوقت ممكن تيجي مثلا في درس زي بتاع المرة اللي فاتت، عقد عمل في 10 ذي الحجة، الصيام، القيام، الذكر، صلة الارحام، فطر صائمين، كل ده مش متوقع انك هتعمل كل ده في المواسم. طبعا لازم الهمة تزيد عن غيرها شوية، ولكن عموم حياتك مش متوقع انك قعدت في درس سمعت 50 عمل صالح. ده انت بتختار في كل درس ايه؟ احسن عمل يناسب ظروفك ويناسب حياتك. شفت الفكر بقى؟ شفت الناس دي هتزيد ازاي طوبة طوبة؟ شفت الناس دي هتعلى ازاي واحدة واحدة مع كل درس؟ تخيل لو انت من يوم ما التزمت كل درس بتحضره بتدور على عمل واحد بس فيه وتبدأ تطبقه وتثبته، كان زمانك فين الوقت؟ كان زمانك فين؟ كان زمانك الوقت بقيت من اولياء الله الصالحين. لو كل شريط بتسمعه بتنقي منه عمل واحد بس. يعني انت قاعد النهاردة، يا ترى الكلام ده بقى كله اخرج منه بايه؟ تجديد النية في مواسم العبادة، ان انا قبل العشر وقبل رمضان انوي
ان يا رب باذن الله هعبدك ايمانا واحتسابا في هذا الموسم، ويا رب لن اقف عن العبادة بعد هذا الموسم. يبقى انت خرجت بحاجة في النية، والنية ابلغ من العمل. او مثلا وانا بتكلم كده، انت خرجت بالعمل اللي يبقى بداية علاقته بربنا. انا لازم اركز في عمل وابدأ بيه، وده يبقى اول طريقه الى الله. ايه العمل ده؟ العمل الفلاني انا ربنا فتح لي فيه، يبقى اعمل فيه. ممكن واحد تالت يقول خلاص انا قررت ان انا كل اسبوع لازم احضر درس، انا لا يمكن ما عدتش ابقى ممن يستمعون القول، وكل درس هخرج منه بحاجة واحدة، مش هكربس الدين على نفسي، لن يشد الدين احد الا غلبه، اوغل فيه برفق، اوغل بس برفق، واحدة واحدة تلاقي نفسك وصلت للآخر. فأنا كل ما أسمع شريط أو أحضر درس هطبق حاجة واحدة زودها في حياتي. فتخيلوا الناس دي بقى إيه، درج درج طلعوها سلمة سلمة، كل أسبوع يزيد عمل، كل درس يزيد عمل، كل موسم عبادة يزيد عمل، كل رمضان يخرج منه. اخرج لي من رمضان بعمل واحد، اخرج لي من عشر ذي الحجة بعمل واحد زيادة. انا مش عايزك بعد عشر ذي الحجة تقعد جلسة الضحى وتقوم وتصم كل، انا عايزك تخرج من عشر ذي الحجة بعمل واحد تعهد ربنا انك هتثبت عليه. تخيل بقى لو رمضان خرجت بعمل، وعشر ذي الحجة بعمل، ورمضان السنة الجاية بعمل، ورمضان السنة اللي بعده بعمل، وعشر ذي الحجة اللي بعد بعده بعمل بإذن الله ربنا أحيانا، وكل درس حضرته في الأسبوع خرجت بعمل. يا ابني ده أنت في خلال سنتين هتبقى والي من أولياء الله الصالحين، وممكن اقرب من هذا. يبقى يا جماعه سوره الزمر بدياك الطريق. فدخلوا في المرحله الرابعه، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ايه، متشاكسون. كل سوره الزمر بتتكلم عن نقطه واحده، اللي متقطع حتت ما بين 100 وجهه واللي موحد وجهته على الله. سوره مهوله يعني، فعلا انت لو قمت الليل بيها كده وركزت في كلمه كلمه هتحس انها صورة الا لله الدين الخالص، مفيش حاجة في قلبك ولا في نيتك غيره في اي عمل. فاعبد الله مخلصا له الدين، قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وامرت ان اكون ايه، اول المسلمين. دايما يا جماعة من الاخلاص انك تبقى الاول. ليه؟ اصل المرائي دايما يبص الناس عملت ايه. ده لما عمل العبادة الفلانية اتصيد كله بصير يقوم ماشي وراه. فدايما المرائي بيبقى ماشي في الديل، اللي ماشي في الاول دايما ده الايه، المخلص اللي ما بيبصش لحد، فبيسبق دايما، فبيبقى سابق كل اللي حواليه. عشان كده من ثمار الاخلاص التميز والسبق، لان المخلص ما بيبصش الناس بتعمل ايه، المخلص بيبص ربنا يرضيه وبيجري. ايه اللي يرضيك يا رب ويجري عليه؟ فدايما بيبقى الاول. وامرت لان اكون اول المسلمين، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بعد ما بيقول اول بيقول اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. مهما عليت في الدين لازم تفضل تخاف من ربنا، بل انت بتبقى عامل زي اللي واقف على سقالة، طلع في الدور الخامس يشوف حواليه حاجات كتير، طلع في العاشر يشوف اكتر، طلع في العشرين يشوف اكتر. انت كل ما بتعلى بتشوف ذنوبك اكتر، كل ما بتعلى بتشوف معاصيك اكتر، بتشوف تقصيرك اكتر. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون متقطع ما بين 100 وجهة، ورجلا ايه الله، الله اكبر يا رب، اللهم اجعلنا منهم. ورجلا سلما لرجل، عارف اما اديك ايدي كده سلمت لك امري، لعاد بقى يعني. شوفوا المراحل، مرحلة اليقظة، يحذر الاخره، يا نهار اسود انا هعمل ايه في القبر، اقول ايه في القبر، ويرجو رحمه رب الجنه، هجيب تمنها ازاي، ان تصرفون، مرحله اليقظه. المرحله الثانيه انه بدا يدوق الدين، يدوق 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 يدوق، وقام مركز في حاجه، ده العمل اللي هيفتتح به علاقته بربه وطريقه الى ربه. بدا يركز في عمل، فبدا كل ما يعمل عمل صالح ربنا يديله ايه، يفتح له باب عمل تاني. فبدأ يدخل في المرحلة التالتة اللي هي مرحلة ايه، الذين يستمعون القول في ايه، فيتبعون احسنه. فعرف انه من غير علم عمره ما هيزيد، وهيجيب علم الفضائل منين، وعلم ما يرضي الله منين، دروس الدينية والإيمانية والجلسات الإيمانية. فبدأ يرتبط بالدروس، بدأ يرتبط بسماع الشرائط الدينية، وكل ما يسمع حاجة يخرج بحاجة، حاجة واحدة. عشان كده ربنا قال وأولئك هم أولو الألباب، أو يعني لعلم من الحكم وأولئك هم أولو الألباب، عائل عارف يزيد ازاي.
عارف يزيد في المواسم اعمل كل حاجة، انما بعد الموسم اختار حاجة بقى وركز عليها. عشان كده يا جماعة يعني سبحان الله، فاتبعونا احسنة، ده واحد مشغول بايه؟ تحسين مستوى دينه. الكلمة دي بتفكرك في الدنيا باللي مشغول بايه؟ ايه؟ ايوة سمح اهو، تحسين مستوى دخله. يقول لك انا والله اصلا رحت اعمل شغلانة تانية بعد الدور، ليه؟ احسن دخلي. اصلا انا جالي عقد عمل برا، ليه؟ احسن دخلي. ففي الدنيا، عشان كده ربنا تعالى يقول لك للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله ايه؟ الله اكبر. ربنا بيقول لك لو ما انتش عارف تعبده في بلد، روح بلد تانية اعبده فيها. هو يا جماعة الناس بتسافر من دولة لدولة عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان عقود العمل. ايوة، عشان عقود العمل. طب لو واحد قال لك والله انا مسافر الخليج، مسافر ابو ظبي، قلت له ليه؟ قال لك والله اصلي في هناك صحبة صالحة كده في مسجد من المساجد، هروح اعبد ربنا جنبها. هتقول عليه ايه؟ سلامتك يا ابني، هتقول له ترمومتر يا ابني، شوفوا ده سخن ده ولا ايه؟ انما والله انا مصاف، انا مسافر كوالالمبور. ليه؟ عقد عمل. ربنا معاك، ربنا يأيدك، ربنا يوفق. ايه يا عم في ايه؟ لو دخلت على مثلا عيلتك مثلا ولا اي حد قريبك ولا اي حد، ايه يا عم اتأخرت ليه؟ اصلا والله كنت في الشغل لا اجيبها لك من سكة تانية. يعني لو انت مثلا واحد بيقول لك انا عايزك بكرة في كذا، قلت له والله اصلا ورا شغل، اصلا انا معاد الشغل بتاعي من 8 ل 2 مثلا، يقول لك ربنا يوفقك. لا لا لا، ازاي؟ حقك يا عم، ما ينفعش، خلاص ما تجيش حتى لو ميت من الفرح. قول له والله اصلا عندي ورد عبادة في الوقت ده. ايه؟ اصلا انا ورايا ميعاد مع 3 مدعوين هكلمهم عن ربنا. نعم يا اخويا، انت بتقول ايه؟ يا جماعة سورة الزمر بتتكلم عن اللي مشاعرهم تجاه الآخرة بقت زي مشاعر أهل الدنيا تجاه الدنيا. أهل الدنيا بيسافر من دولة لدولة عشان عقد عمل، ده بيسافر من دولة لدولة عشان يعرف يعبد ربنا. أهل الدنيا يتبعون أحسنة، مشغولين بتحسين مستوى دخلهم، ودول مشغولين بتحسين مستوى دينهم، مشغولين بتحسين مستوى عبادتهم. مشغول، لا الصلاة دي ما تليقش بجلال الله، انا عايز صلاة احسن، انا عايز صيام احسن، لا 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 جلسة الضحى النهاردة ما كانتش كويسة، انا عايز جلسة الضحى اخشع، لا 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 قيام الليل ده مش، لا 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 مش ده امان هو قانت، مش ده قنوت بقى واللي ربنا اتكلم عنه في قيام الليل، انا عايز قيام الليل اكفى. طب ازاي اكفى؟ يبقى انا عايز اركز في الدعاء اكتر ان ربنا يفتح عليا، يبقى انا عايز اركز في تعلم فضائل العمل الصالح ده اكتر، يبقى انا عايز اجتهد على قلبي بكثره تلاوه القران اكتر عشان القلب يعيش مع ربنا في العباده اكتر. ده واحد ده قضيته في الحياه يا جماعه. فدي المرحله الثالثه. جت المرحله الرابعه، ورجلا سلما لرجل. ما عادش بقى يتبعون احسنه، بيزيد العمل احسنه، العمل اللي يناسب ظروفك، يعني مش احسنه اللي هو اعلى عمل فيهم كل الاعمال الصالحه العظيمه، العمل اللي يناسب ايسره عليك، اسهله بالنسبه لك، اكتر عمل قلبك اتفتح ليه، اكتر عمل حسيت ان فعلا العمل ده قلب صدرك انشرع ليه. فبعد كده رجلا سلما لرجل، ده سلم ايده للشرع وقودني بقى يا شرع الله، ده بقى مسلم نفسه في طريق ربنا. فدي مرحلة الانطلاق اللي وصلتهم للمرحلة الخامسة، وهي قول الله ايه؟ حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. خلاص المرحلة السادسة ايه بقى؟ ايه؟ ما هو ماشي، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي سقاها، وقاعدين بيزغرطوا من الفرح. المرحله السادسه، لو حد بقى ذكي يجيبها ايه؟ انا مش سامع يا جماعه. المرحله السادسه من السوره، لهم غرف من فوقها غرف. المرحلة الخامسة على باب الجنة اتفتحت له الابواب الثمانية. المرحلة الخامسة ايه بقى؟ النعيم جاي له من كل جهة في الجنة. مش احنا من دلوقتي قلنا ان ختمة السورة اغلقت على باب الجنة، انما بعد ما دخلوا الجنة مذكورة فين؟
مذكورة في نص السورة في أول السورة، يعني لهم غرف من فوقها غرف، بقى النعيم جاي لهم من كل جهة، من غرف. ده كلام يعني كلام يخلع القلب، يخلع القلب شوقا للجنة. لهم غرف من فوقها غرف ايه؟ مبنية. يقول لك السجادة، تروح لمحل السجادة الكبير تقول له السجادة دي بكام؟ يقول لك ب 400 جنيه. وتلاقي السجادة جنبها زيها تقول له دي بكام؟ يقول لك دي ب 7000 جنيه. ايه يا عم 7000؟ دي زي دي. يقول لك لا ده ديت مصنوعة بآلة، إنما دي هاند ميد، ده دي صنع يدوي، ده دي حاجة تانية، دي الفتلة تساوي فيها مبنية. تخيل بقى يعني سبحان الله، كلام يعني وراءه كلام وكلام وراءه معاني. المهم إخواني في الله إن إحنا يعني عشنا مع معنى خطير جدا في حملة عشر ذي الحجة، اللي إحنا بنحاول إن إحنا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى نجاهد إلى الله سبحانه وتعالى فيها. فكان النهاردة الوقفة مع النية، كل اللي اتكلمناه قبل كده في أي درس، للي كان معنا في المسجد، اللي كان معنا في الليلة التربوية، للي معنا على دروس النت، للي معنا في الورقة اللي توزعت الجديدة بإذن الله، كل ده العمل في العشر. الوقت بقى سبحان الله النية في العشر. ايه هي النية؟ ان تنوي اني سأعبدك يا رب عبادة غير موسمية، فلن اتوقف عن عبادتك حينما ينتهي العشر. مش هعبد بنفس الدرجة، بس لن اتوقف عن العبادة. انا يا رب مش هعبدك في السراء والضراء، لا. انا يا رب مش هعبدك في الضراء والسراء، لا. انا يا رب مش هعبدك في ظروف وظروف، لا. انا يا رب مش هقف على بابك وباب غيرك، انا يا رب منش. سبحان الله العظيم، كلامنا مفيش، اياك نعبد بس واياك نستعين، توحيد العبادة وتوحيد الاستعانة، ماليش باب غير بابك يا رب. دي في اول القرآن، اياك نعبد واياك نستعين، ان ماليش هدف غيرك، اياك نعبد، ماليش وسيلة غيرك، اياك نستعين. وفي اخر القرآن قل هو الله احد، نفس المعنى، ماليش هدف غيرك، والله الصمد، ماليش وسيلة غيرك، ماليش طريق غيرك، ماليش باب غير بابك. فانك تنوي انك انت انك لن تكون موسمي في العبادة، انا مش جاي اخد خطفة وامشي، انا جاي ومش ماشي، انا جاي ولن اغادر الباب مرة اخرى. يا رب اللي هيعبد ربنا بالنية دي، كل عمل صالح هيعمله في العشر ايام هيبقى زق القدام، هيبقى زق في ترسيخه في العبادة فيما بعد عشر ذي الحجة. ربنا يوفقكم يا اخواني، وربنا يسددكم، وربنا يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.